اشرح لي ده ايه اللي احنا شايفينه دلوقتي. كانت ارض الشونه الخاصه بتخزين القطن الخام اللي جاي من المحالج، كان بيتخزن هنا في المنطقه دي كلها على كل المساحه دي، على كل المساحه دي لحد الاخر. لو تبص حضرتك في عمدان حديد بتعد لانشاء مصنع ملابس جاهزه، لان احنا رحنا هناك واتكلمنا مع الناس دي. المنطقه دي كلها كانت ملك الشركه واتاجرت ب مش عارف 10,000 دولار حاجه زي كده. المنطقه دي كلها تخيل كانت بتبقى ملانه قطن، ملانه يا دوب في ممرات صغيره تعدي من ما بينها، بيدخل القرار يشيل ويحمل على مقاطير ويدخل جوه. طب الاوتوبيسات دي الاوتوبيسات دي الشركه، الاوتوبيسات دي اوتوبيسات الشركه اللي هم دمروها دي، برضه من ضمن اصول الشركه. ومن دي اللي كان بتوصلكوا الشغل وترجعنا، دي كانت بتوصلنا البيوت وترجعنا. دي حضرتك من ضمن اصول الشركه. اما اوتوبيس زي ده يتدمر هيكتب المبلغ اللي هو عايزه، ان هو خسر مبلغ طبعا كونه دمر الاصول ديت يا فندم واهلك الاوتوبيسات بالطريقه ديت، فاصبح ان الخطوط عنده محتاجه اوتوبيسات، فيعمل ايه؟ يقوم ضاغط كل خطين او الخطوط او ثلاث خطوط مع بعض، فاصبح مجيد خطوط مع بعض جايبانه للعاملين طبعا مجيه غير ادميه برضك. اوتوبيس لما تلاقي 3 4 قاعدين على كرسي او ناس واقفه كبيره في السن، ممكن تاخد في الطريق ساعه او ساعه الا ربع، ويجي هنا يستمر في العمل 8 ساعات، وبعد يبقى يروح برضه يطلع يشعلقه في الاتوبيس برضه كمان ساعه الا ربع. فده حاجه